بيكم مشاهدينا في فقرة الرياضة مع الشروق، واللي هنتكلم فيها عن كل الأخبار اللي بتخص الرياضة. وفي بداية أخبارنا هنتكلم عن النادي الأهلي، وطبعا بعد مباراة الأهلي وتاون شيب اللي انتهت 1-0 في البطولة الأفريقية، فصفحة الأهلي SSC نشرت أداء ولا أروع لمدافعنا كولوبالي يستحق عليه أن يكون نسر المباراة، وده كان طبعا بعد إحرازه هدف الفوز وتألق جدا. ويمكن الأهلي كان رصيده 7 نقاط في المركز الثاني، وطبعا الفريق اللي كان في المركز الأول الترجي التونسي برصيد 10 نقاط. وطبعا بنتمنى ان احنا نشوف الاهلي بيلعب بالاداء الرائع بتاعه، ونتمنى طبعا ليه التوفيق في البطوله الافريقيه كوجوده كفريق مصري. وكمان صفحه شامبيونز نشرت صوره لاجايي بعد اصابته وعلقت وقالت له سوف تتحسن قريبا، وطبعا كان بعد اصابته في المباراه، ومده الاصابه هتتراوح بين 4 اسابيع ل6 اسابيع، والاصابه كانت بخلع فيه صابونه الركبه. طبعا بنتمنى للاعب انه يرجع بسرعه للملاعب، وان شاء الله يكون افضل من الفتره القادمه. كمان صفحه الاهلي SSC نشرت نحتفل اليوم بعيد مدربنا او بعيد ميلاد مدربنا باتريك كارتيرون، ونتمنى لك عيد ميلاد سعيد. وهو طبعا اول مدرب في تاريخ النادي الاهلي يكون فرنسي، بنتمنى له طبعا التوفيق مع النادي الاهلي، ونتمنى كمان ان هو يعمل نتيجه كويسه مع النادي الاهلي، لان جماهير الاهلي لن تقبل الا بالفوز. كمان صفحه الاهلي TV نشرت لحمودي لاعب الاهلي نحتفل اليوم بعيد لاعبنا المصري احمد حمودي والذي اتم عامه ال 28، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد، كل سنه وانت طيب يا حمودي، وان شاء الله تبقى سنه سعيده عليك. كمان الاهلي TV نشرت الليله كابتن محمود الخطيب يكرم ابطال الاهلي للألعاب الرياضية في موسم 2017-2018 في احتفالية كبرى. ويمكن دي نقطة مهمة جدا كابتن محمود الخطيب عملها، إنه مش بيهتم فقط بكرة القدم، لا كمان بيهتم بكل الألعاب الرياضية وبيكرم اللاعبين، ودي طبعا حاجة كويسة جدا يستحق الإشادة عليها. كمان الأهلي TV نشرت تقام أولى مباريات الأهلي في الدوري العام للموسم الجديد يوم الخميس المقبل الساعة 9 مساء على ملعب السلام، والمباراة هتكون مع الإسماعيلي. وطبعا الغيابات اللي هتكون في نادي الأهلي أحمد فتحي، وده بسبب إصابة في العضلة الضمة، وحسام عاشور بسبب إصابته في كدمة في الركبة، وكمان جونيور أجايي بخلع في صابونة الركبة. وغيابات طبعا نادي الإسماعيلي هتكون عماد حمدي وبهاء مجدي للإيقاف، ويمكن دي طبعا هتكون مباراة مهمة جدا لكلا الفريقين. فزي ما احنا شايفين طبعا اول مباراه هتكون للنادي الاهلي واول مباراه هتكون للنادي الاسماعيلي، وهتكون منافسه قويه جدا. نتمنى ان احنا نشوف كوره ممتعه من الفريقين اهم من النتيجه، وان شاء الله التوفيق للفريق اللي يلعب باداء افضل. كمان من جانب الاسماعيلي، فاسماعيلي SSC نشر رسميا رحبوا معنا بمهاجمنا المنضم حديثا لنا اوكيكي القادم من نيجيريا، وطبعا اللاعب عنده 23 سنه وكانت مده التعاقد 4 مواسم. يمكن فعلا فريق الاسماعيلي كان محتاج بشكل كبير جدا مهاجم يكون مستواه جيد. كمان معانا فيديو ضربات جزاء نادي الاسماعيلي والصفاقسي، وطبعا دي كانت في بطوله صلاله الوديه، وكان ضربات الجزاء طبعا زي ما احنا شايفين كابتن عصام الحضري كمان يمكن صد ضربتين جزاء منهم، والاسماعيلي كان ادى اداء جيد، ولكن كابتن عصام الحضري ساعتها صمم انه يشوط ضربة جزاء عشان يدخل بيها التاريخ ويحقق سكور جديد طبعا زي ما احنا شايفين في الفيديو. فين شمال يمين، شكله يمين الحارس، يمين روح شمال روح يمين، شكله يمين حطها جول. اذا الحارس راح يمين وحطها ايضا متوين حضري يمين، وبالتالي ممكن حضري راح يمين راح يمين، وبالتالي حالته موجوده. حطها فين؟ حطها بالجول، حطها بالجول، الله حطها بالجول، وبرافو حطها بالجول عبد الرحمن. حطها فين سيرجي اكا؟ حطها فين سيرجي؟ سيرجي حطها، يحطها، يا سلام عليك يا الحضري، يا سلام عليك. مندوقة مندوقة وحارس المرمى ايمن دحمان، خلصها دحمان يحطها، اوه اوه يا مندوقة. اشرف الزواغي اخر الركلات بالنسبه لفريق الصفاقسي، اشرف يحطها قويه بالجول، يحطها اشرف الزواغي من دحمان ام يسار، يلعبها جول، يلعبها جول،
يلعبها جول، وبالتالي عصام يركز ايمن، يركز عصام، يحطها فين؟ حطها فين؟ حطها فين؟ ونفس الزاويه راح لعصام، ولكن تمر ليه وجيه عبد الحكيم، وجيه يحطها بالجول، يحطها وجيه، يا سلام عليك، يحطها بالجول وجيه، والحارس بيز فرانس شوات يحطها فين؟ يمكن كابتن طبعا عصام الحضري حاب يعمل سكور جميل في الفيديو زي ما احنا شايفين، وكان هيسجل ضربه الجزاء، ولكن للاسف الحظ ما حالفهوش. ولكن خلينا نقول طبعا ان هو كمان صد ضربتين جزاء، ودي حاجه تحسب له جدا كحارس مرمى متميز جدا. ومش معنى ان هو يعني ضيع ضربه جزاء ان هو كده خلاص، لا، هو اصلا طبعا حارس مرمى جيد جدا. ونتمنى الكابتن عصام الحضري طبعا التوفيق في القادم، وهو أسطورة مصرية كلنا بنتشرف بيها. ويمكن كمان ننتقل كده من الفيديو ده الفيديو الكابتن عصام الحضري برضو بعد طبعا المباراة، وهو عمل كيكي تشالنج كده ورقص طبعا على أغنية كيكي زي ما احنا شايفين في الفيديو. يمكن مفيش احلى من كده فيديو نقدر نضحك عليه يعني، وفيديو فعلا جميل. ومش بس كابتن عصام الحضري، فكمان مشجع زملكاوي عجبته جدا الفكره، ولكن ما رقصش على اغنيه كيكي، فرقص على اغنيه الزمالك. تعالوا نشوف الفيديو. طبعا فيديو جميل جدا، واكيد كل الزملكاويه اتبسطوا جدا بالفيديو ده، ويستحق الاشاده فعلا. كمان صفحه الزمالك نشرت قائمه الزمالك لمواجهه بتروجيت، ودي طبعا هتكون اولى مباريات نادي الزمالك وبتروجيت، هتكون طبعا مباراه مش سهله، وهي هتكون اول مباراه للزمالك في اسبوع الدوري العام. كمان الزمالك اس سي نشرت وصول البطاقه الدوليه للاعبنا فيرجاني ساسي، وطبعا كان في مشكله عن البطاقه، ولكن اخيرا تم حل المشكله والبطاقه وصلت. كمان هننتقل لفيديو نادي الجونه وهو بيعلن عن قميصه الجديد، وفيديو كان اكتر من رائع، وشايفه طبعا ان هو فيديو كرييتيف جدا وفيه ابداع. هنروح للفيديو ونرجع لكم تاني. يمكن مفيش فيديو احسن من كده نشوفه لنادي الجونه، وفي ابتكار كبير جدا. يمكن نادي الجونه كان في الموسم اللي فات كان درجه تانية، ولكن السنه دي هنشوف نادي الجونه في الدوري الممتاز. طبعا نتمنى ان احنا نشوف فريق جيد، خصوصا ان في نجوم كتير كبيره، وان شاء الله التوفيق لكل الانديه المصريه، ونتمنى ان كل الانديه وكل اللاعبين يأدوا اداء كويس جدا وياخدوا حقهم في الكره المصريه. كمان معانا فيديو ميسي وهو بيتحدى كلبه بكرة القدم، يعني نروح نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. يعني
يعني تقريبا ميسي ما لقاش حد ينافسه فقرر ان هو يلعب مع الكلب بتاعه يمكن ينافسه يعني، واعتقد برضو ان الكلب بتاعه ما قدرش ينافسه طبعا، لان ميسي لاعب مميز جدا وبيحصل على جوائز جيدة جدا كل سنة يعني. ولكن في فرعون مصري بيصارعه دلوقتي واعتقد ان هو يبقى افضل منه بكتير يعني، وده فخر الصناعة المصرية. كمان صفحة مصر العربية نشرت عامر حسين تصريح ليه بيقول اسألوا وزير الداخلية عن الجماهير لست أنا المسؤول. ويمكن من التصريح ده طبعا نقول يعني ان هو مش مسؤول قوي، ويمكن الداخلية هي اللي مسؤولة، ولكن طبعا حقهم جدا لان احيانا بتحصل مشاغبات، فالاهم من ان احنا نطالب بعودة الجمهور ان احنا دايما نلتزم بالاخلاق والروح الرياضية عشان ما تحصلش ازمات، ولكن نتمنى دايما ان الجمهور يكون موجود لان كرة القدم من غير جمهور ما فيهاش متعة، فأكيد نتمنى إن الجمهور يرجع للملاعب بشكل كبير جدا بشكل سريع جدا، لأن المباريات بتبقى جميلة جدا بالجمهور. ولكن رسالتي للجمهور ياريت يكون فيه روح رياضية أكتر وما يحصلش مشاكل. قبل ما نطالب بعودة الجمهور نطالب إن احنا نكون ملتزمين وما تحصلش مشاكل عشان ما يحصلش قرار تاني عدم عودة الجمهور للملاعب. يمكن دي كانت أخبارنا، وبشكركم مشاهدينا في فقرة الرياضة مع شروق، واستنونا في حلقة جديدة من الرياضة مع شروق. كان معاكم شروق جمال.